وقت جبال تغني عمل ملحمي أبطاله رعاة جبال السمامة، حبيناهم هما اللي غنوا التراث نتاعهم. غنوا برشا فنانين، برشا أكاديميين وبرشا محترفين، لكن هما أولى باش يقدموا الركروكي نتاعهم والحجالي والعبيدي والصالح عجل، هما اللي لحنوه بالكبدة نتاعهم وهما اللي كتبوه، لكن حبيناهم يحكوا به الملحمة نتاع جبل السمامة ومغيلة وشعامبي وورغة وهذه القمم التونسية الشامخة في وجه الظلمية من خلال عمل نص تراث والنص الآخر نص شعري أدبي ملتزم يحكي صمود الجبال التونسية في السنين الخمسة الفارطة.